أنا ضحى أمه لشربل. شربل أول ابن لإلي. لما كنت حبلي فيه قبل ما أحبل فيه إجاني إلهام من عند ربنا أنه سميه شربل. أنا بنت درزية، أنا وجوزي من الشوف عايشين بأمريكا. ما عرفت ليه، كنت بعرفه للقديس شربل بس ما كنت كتير معمقة بتفاصيله، فقلت خلص أنا بدي سمي أول ابن لإلي شربل. وفعلا حكينا أنا وجوزي وقال لي أكيد اللي بدك إياه، يعني نسميه اسم قديس، شو بدنا أحسن من هيك. فراحت الأيام، إجت الأيام، حبلت أنا، صرت بالشهر الثامن، رحت بدي أعمل فحص، بتفاجأ أنه ابني شربل عنده تشوه خلقي بالقلب. كانت كتير فترة صعبة علي وعلى جوزي، ما عرفت شو بدي أعمل. فحسيت انه في شيء من الموضوع، ليه انا بدي سمي شربل، وليه لما نويت سمي شربل بيجيني ابني شربل، هو اول ولد انا ناطرته، بيجيني عنده تشوه خلقي بالقلب. كان اول ما يخلق مفروض بده عملية، بعد شهر ونص عملية، وبعد شهرين او ثلاثة عملية، فبده يعيش كل حياته مع العل. قلت ما لي غيرك يا قديسنا يا مار شربل، انت الوحيد اللي قادرة انا هلأ يعني اتأمل فيه بعد رب العالمين، تشفع لي بابني. خاصة انه كانت اخته لجوزي دلت قلي انه هو القديس شربل شفاه لجوزك، هو ينشل هو وصغير، وانا طلعت لعنده ودلوني علي، انا ما كنت بعرفه، وطلعت لعنده وهو شفاه بعد ما رحت لعزيارته بعدها بيومين. فدعي له وطلبي منه انه يشفي ابنه مثل ما شفاه. فعلا انا وجوزي يعني كنت ادعي، بس كان في طب، انا عايشه بامريكا والتحاليل والفحوصات والكل شيء كان عم بيقول انه لا، مستحيل، القلب شرايينه معكوسه، هو بده عمليه وعمليته كتير خطيره، وبين ال100 حاله بتجي حاله بهاي القصه مثل ما انا عم اقولها. فتكلنا على الله ودعيت له ورحت على المستشفى لأولد. وقت اللي ولدت اخذوه مني على اساس على العمليه لانه محضر كل شيء، بتفاجئ انه بيجوا بعيطوا لجوزي بعد 6 ساعات او 9 ساعات، بيطلع عم يبكي. كانت اخته لجوزي ضلت تقول له للدكتور هي لابسه طوق فيه صوره القديس مرشا، بتقول له هيدا رح يعملوا العمليه للصبي، هيدا رح يشفي. طبعا ما حدا يدقق او يعلق على هيدا الحكي، يعني قال له لانه ايه، بس في طب في علم بده عمليه الصبي. فطلع جوزي عم بعيط لأخته إنه مشي معي بدنا نروح نشوف الدكتور، وعم يبكي. أخده وراح الدكتور، كان مصدوم الكادر الطبي كله لأنه كان في كتير اختصاصات كانوا موجودين، لأنه طفل حديث الولادة ممكن يحتاج لأي شيء، كل الأطباء كانوا مصدومين ومتفاجئين، وكلهم أصروا إنه هيدا الشيء اللي صار ما له تفسير علمي، ما له تفسير أبدا بالطب، هيدا شيء من الله صار. فعيت له الحكيم عم بيقلها انه كنت تقلي لي في سانتا بده يعملوا العمليه ولبستي برقبتك، قالت له ايه هيدا مار شربل. قال انا بدي اعرف وين في له كنيسه او روح احضر القداس تبعه، لانه هيدا هو يلي اتدخل، هيك صار عندي بايماني. الصبي ما فيه شيء، شغله بسيطه، بيرجع نقط الدم شوي لورا بس تتعالج مع الوقت، ننطر شهرين وبنرجع نعمل له الفحص. طلعنا مبسوطين كتير وخلص الحمد لله يعني، بس انا انه ما كملت فرحتي لانه بعد في اللي رجع على المستشفى. فكان بعد فترة في عيد الشعنينة رحت على الكنيسة انا واختي لجوزي وطلبت منه، قلت له يا مار شربل دخيلك، اذا انت لك ايد بالموضوع وساعدتني كمل معروفك معي وخليني روح اعمل الفحص، يقولوا لي شربل ما فيه شيء وما بيحتاج لشيء ابدا، وعطيني إشارة أنه أنت عم تساعدني وأنت واقف معي. فعلا بنفس الليلة رجعت على البيت، كنت ملبسته أفرول لأبني، كله تبكي، الزرار من فوق لتحت مستحيل ينفك بدون ما ينفكوا كل الزرار. في الصبح ليش الصبي بتياب الداخلية، عيطت لجوزي شوفي ليش هيك الولد، الأيسي شغال، إذا بدك تشلحه أنا مش حاسة، انه غطيه على القليلة. قال لي لا انا ما فتت على الأوضة، انا نايم بالأوضة التانية كرمال يرتاح الصبي، ما بدي ازعجه، بس انا سمعت صوته الساعة 4 الصبح كان عم يبكي، فقلت انت عم ترضعي الببرون او شيء، انت عم تغيري له، بتكوني مش واعية لحالك، اخدك النوم انت مغيرتي له. قلت له لا انا ما فقت. فعلا انه ضليت مضايقة، ليه ما حدا صدقني انه انا ما وعيت
طلعت هيك على الببرونات لقيتهم بعضهم مثل ما هني. قلت له لجوزي تعال شوف الببرون، انا ما حليت له الببرون بالليل، ما شربه، انا ما شلحته ثيابه، كنت رجعت لبسته. دورنا على الافرول، وين الافرول؟ لقيته تحت فرشته مطوي على القفا، ومن ناحية اليسار من جهة القلب ايده فايته لجوا للافرول. فبكيت كتير هسترت، عم اتصل باخته قال له تعي شوفي مرتي خوتي تجنت مهسترة بكي. ام قالت لي هيدي الاشارة من مارشال، هيدي الاشارة اللي بعت لك اياها. الحمد لله رحنا على الفحص بعد 4 ايام، لما شاف الاطبار المركز اللي بعتونا عليه من المستشفى كان مركز مختلف كليا عن بغير منطقة، كرمال تأكدوا من كل شيء انه مظبوط. فطلعت قال لي هيدي الوراق ما منا لهيدا القلب، هيدا الطفل سليم 100%، ما فيه شيء ابدا ولا عله، تاخدوه بتروحوا على البيت وبتكبوا كل شيء من هيدي الوراق. والحمد لله من كتر فرحتي نظرت انه بدي عنده، رحت عمدته بكنيسة، نحن عايشين بميامي بكنيسة مار شربل بميامي، وكتير كنت مبسوطة فيه انه خلص فرح. وهيدا عملت له عمادي، عملت له تمثال مار شربل، ونحن دروز يعني ما كنت بتخيل انه ممكن يصير معي هيدي القصة. وبعدين قبل ما جيت على لبنان اجاني قديس شربل بالمنام عم بيقول لي انا استجبت لك وانت طلبتي مني وانا كملت معروفي معك، روحي على عناية وحطي الأعجوبة بعناية سجليها وكملي معروفك مع كل العالم خليهم يعرفوا. أنا هلأ هيدا اللي جاي أعمله هون، جاي أخبر الكل حتى يعرفوا أنه مار شربل بيطلع لكل العالم، ما بيطلع بس لناس وناس، ما عنده لا دين ولا عنده تفرقة ولا عنده شيء. الحمد لله شربل بجنن، كل سنة بعمله فحص بيقولوا لي ما فيه شيء، هلأ ما بقى رح أعمله شيء،